دعا أمس الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب إلى إعادة النظر في تركيبة البشرية لقيادة الأرندي، في تلميح إلى ضرورة مغادرة الأمين العام أحمد أويحيى للأرندي، وذلك بما يتماشى والمرحلة الحالية. أضاف صديق شهاب عقب لقائه بمناضلي الحزب في العاصمة أن اعتذار الرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة للشعب هو دليل على صدقه طيلة حكمه للبلاد، مؤكدا أن دعم الخامسة أو دعم العهدة الخامسة كان خيارا انتحاريا للجزائر. التغطية لحمزة كحل. وقلنا لابد علينا أن نساير المرحلة بما تقتضيه من تغيرات وتجديد الفهم والرؤى لحزبنا. يبقى طبيعة الحال كاين مراحل، يبقى على القيادة أن تنظر في مقترحات القاعدة. نحيي شجاعة الرئيس، نحيي روح، يعني اثبت باللي انه فعلا مجاهد، اثبت فعلا باللي ضحى على البلاد هذه، ولا واحد يستطيع ان ينكر هذا. لكن لكل شيء نهاية، وهو كان برسالته الأخيرة صادقا، و حي الشعب الجزائري الأبي، وحل الباب واسعا أمام طموحات الشعب.